فيه اثنين أو ثلاثة تقدمونا من بينهم واحد جاء اليوم صباح ما عنده الشهادة الجامعية أو عنده شهادة كيفاش يقولوا إيكيفالون ما عندهاش الإيكيفالونس مش عارف ها المعادلة ما هيش معادلة من طرف الوزارة التعليم العالي هذا طلبنا منه يمشي الوزارة التعليم يجيب لنا المعادلة ومرحبا به والأخرين كاين ما عنده الشهادة شهادة جامعية اللي ما عنده الشهادة جامعية ما نقدرش نمنحلو 60,000 ورقة ومن بعد ما يجيش ما يترشحش